موضوع ثاني اليوم مشاهدينا شاغل السوشيال ميديا. امانه انا شفت الفيديو اللي الريال اللي كان قاعد يتمشى بالحديقه فجاه طاح اختفى. الجميع شنو قال؟ الجميع قال فوتوشوب، وانا واحد من الناس قلت فوتوشوب. لكن زملائنا امس، طبعا الفيديو معانا على الهواء مشاهدينا، تخيلي امس طبعا زملائنا طالبوا اسرار، كانوا متكلمين عن هذا الموضوع. ومشكله انه لما في تصريح حق المطافي، المطافي شنو قالوا؟ قال لا، هذا الفيديو مو بالكويت، يعني اللي فوق، عرفت شلون؟ لكن اليوم التجربه على خير البرهان، او الاتصال هو اللي يعني خير برهان راح يثبتنا هذا الكلام. راح يكون معنا ان شاء الله بهذه المداخله النقيب رضا السلمان، مساك الله بالخير من المطافي، يعطيك العافيه. مساك الله بالنور، يا اهلا مرحبا فيك اخوي عبد الله. شلون الصحه؟ تمام على اختي نوري. يا هلا، الله يطول لي عمرك بخير، عساك بخير. في البدايه خلينا نتكلم شوي عن موضوع الفيديو. هذا الموضوع الفيديو شوي شغل الناس، والناس صارت تسولف بالسوشيال ميديا وتقول ان هذا الفيديو مفبرك، وبعدين في تصريح لكم قلتوا ان هذا الفيديو مو بالكويت. اليوم نبي نعرف شنو رده الفعل بعد هذه الاراء. نعم، بالبدايه امس عليك بالخير اخوي عبد الله، ومس بالخير على اختي نوره، والتحيه موصوله لجميع الساده المشاهدين. وانا الحقيقه اشكركم على اتاحه الفرصه للحديث عن هذا الموضوع اللي بالفعل يعني اخذ ضجه في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن يعني كان في هناك تداول لهذا المقطع بالفعل، وايضا احنا شفنا الاخ ناصر طبعا النمران اللي سقط في هذه الحفره، ولله الحمد انا اليوم كنت على تواصل معاه، ويعني الحمد لله اطمئنيت على سلامته شخصيا. يعني كان في تواصل اليوم معاه عبر طبعا اتصال هاتفي، والحمد لله طمني انه هو بخير وصحه وعافيه. وبالفعل طبعا هو وقع في حفره، ويمكن امس كان معاكم ايضا في قناتكم الموقرة، ووضح ان يعني الاصابه كانت لله الحمد يعني كانت بسيطه وطفيفه، يعني عباره عن كدمات بسيطه، وعلى ضوءها يعني ايضا ذهب للمستشفى للاطمئنان على سلامته. اللي احنا اليوم نبي نقوله امانه، يعني احنا بعد ما شفنا الضجه هذه في وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم دورنا بالاداره العامه للاطفاء التوضيح لما دار، وزج اسم الاداره العامه للاطفاء بان الاداره العامه للاطفاء نفت هذا الفيديو انه مفبرك، وان الاداره اصدرت بيان في هذا الموضوع. احنا اليوم نقول يعني الاداره العامه للاطفاء دائما يعني متاحه على مدار الساعه، عندنا احنا حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على مدار الساعة، وأيضا بالفترة الأخيرة بهذه المناسبة يعني يوم أمس أطلقنا أيضا خدمة تلقي الرسائل على الواتساب اللي هي يعني متاحة للجميع أيضا على مدار الساعة للاستفسار، لتقديم أي ملاحظات، لأيضا تقديم المقترحات، هذه كلها أيضا متاحة. وإحنا قاعدين نرد نقيب أولا رضا. بأول إحنا نعم. ما نشكك بجهودكم وواجباتكم، بالعكس إحنا عارفين يعني إدارة المطافي وشون إدارة العامة تقوم بواجبها بأكمل وجه، إحنا ما ننكر هذا الشيء، لكن إحنا نبي بس تعليقك على موضوع أن نفى أحد الضباط قال أن هذا الموضوع مو بالكويت، بيان أن صدر قال أن هذا مو بالكويت، أول شيء نفى قال لا يعني يبي يطلع الموضوع برا أنه مو بالكويت. نعم. هذا صاير. نعم. فإحنا نبيك ترد على هذا الموضوع أول شيء. نعم، باختصار ان طبعا هذا الكلام غير صحيح، الاداره العامه للاطفاء لم تنفي ولا تؤكد هذه الحادثه، لان احنا امانه لم يصلنا اي بلاغ في هذا الخصوص، ولم تتعامل فرق الاطفاء مع هذه الحادثه. اللي حصل طبعا احنا بعد ما شفنا ان زوج اسم الاداره العامه للاطفاء وتم تناقله بوسائل التواصل الاجتماعي ان الاداره نفت، وان الاداره قالت بان هذا الفيديو مفبرك، احنا على طول بعد هذا اصدرنا بيان يوضح ان الاداره العامه للاطفاء لم تتلقى اي بلاغ، ولم تتعامل فرق الاطفاء مع هذه الحادثه. طبعا احنا ما كنا ندري عن هذا الموضوع الا بعد ما شفنا. نقيب رضا، بس كان في بيان في احد الصحف ان النفا وهذه الحادثه انها داخل الكويت، احنا هذا محور. نعم. حديثنا واللي ودنا ان نتاكد منه من خلالك. صحيح، شوفي يعني هي الصحيفه اللي نشرت الموضوع هذا، احنا نقول لها كل التقدير واحترام، واحنا اليوم على تواصل مع جميع الصحف ونقدرهم. هني قد يكون ان اجتهاد من الصحفي نفسه اللي طبعا نزل هذا الخبر بان هذا الموضوع قد يكون هو سال احد رجال الاطفاء، احنا نقول قد يكون، ما ناكد هذا الشيء، لكن احنا اليوم كمصدر دائما اليوم احنا دائما نحث على اخذ المصادر من الجهه المسؤوله، احنا طبعا الجهه المسؤوله الاداره العامه للاطفاء معاش اداره العلاقات العامه والاعلام، هي الجهه المسؤوله بالتوضيح والرد وايضا الاجابه على الاستفسارات، احنا كجهه مسؤوله، انا اليوم اتكلم كون المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي، انا اليوم اقول ان هذا الموضوع لم يصلنا، يعني انا بعد ما شفت الفيديو وبعد ما شفت اللقب اللي قاعد يصير على طول اتصلت في مدير العمليات المركزيه
واستفسرت منه في هذا الموضوع، هل انتم تلقيتوا بلاغ؟ هل تعاملتوا مع الحادث؟ ابلغوني ان لا ما تعاملوا مع الحادث. فاحنا هنا طبعا بعد ذلك مثل ما قلت لك انا اصدرنا بيان ووضحنا فيه ان الاداره العامه للاطفاء لم تتطرق الى هذا الموضوع ولم تتعامل فرق الاطفاء مع هذه الحادثه، واليوم الحمد لله تواصلت مع الشخص نفسه اللي هو الاخ ناصر نمران، واطمئنينا الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته.